إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحد الناس كان مدمنا للخمر، يشرب كثيرا، يضرب زوجته وأولاده، لا يعرف حق الله عز وجل ولا حق أسرته، كان عاصيا، كان ضالا، كان تائها في هذه الدنيا. مر عليه في يوم من الأيام أحد جيرانه وكان صالحا، فقال له: ألا تتقي الله جل وعلا؟ إلى متى وأنت على هذه الحال؟ المسجد بالقرب منك وأنت حتى الصلاة لا تصلي، زوجتك تشتكي إلينا من سوء حالك. قال: دعني وشأني. فلازالت الداعية به حتى شرح الله صدره، حتى دمعت عيناه دموع التوبة، حتى قرر أن يغير حياته، حتى قرر أن يدع الذنوب والمعاصي إلى طاعة ربه جل وعلا. قال: ما رأيك، عندنا رحلة للعمرة، تذهب معنا؟ قال: لا بأس، طوال حياتي أذهب إلى بلاد فاسدة، إلى بلاد سيئة لأجل الذنوب والمعاصي، لأذهب هذه المرة للعمرة أشوف شو اللي يصير. ذهب معه إلى العمرة، ثم رجع وقد تغير حاله. تقول زوجته: ليس زوجي الذي أعرفه، ليس فلان الذي كان يدخل علينا بعينين، الواحدة منهما أشد احمرارا من الأخرى، يضرب ويشتم، يسب ويذم. تقول: الآن تغير، يدخل علينا فيسلم، الآن ذكر الله على لسانه، تطور الرجل حتى حفظ القرآن كاملا، بعد أن كان يشرب الخمر كل يوم صار يحفظ القرآن كاملا، وتقدم للأذان وصار مؤذنا، أشرف مهنة، صار مؤذنا أطول الناس أعناقا يوم القيامة، صار يؤذن للناس بالصلاة، صار يدعوهم للفلاح. هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر بكلمة طيبة تغير حاله. أفمن يمشي مكبا على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فرق والله، فرق بين رجل لا يعرف إلا الخمر والنساء والأفلام والصور والأغاني والكليبات وغيرها من السخافات، مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. كثيرون يسهرون هذه الليالي كثر والله، لكن فرق بين من يسهر ليله على أفلام ومسلسلات وأغاني وفواحش وشرب وطرب، وبين من يسهر ليله على القرآن في الصلاة وفي البكاء وفي السجود وفي الركوع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما
قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون هؤلاء أهل العلم هؤلاء أهل الدين صحيح هؤلاء أهل التقوى ليلهم صلاة ليلهم قيام غيرهم قهاوي أفلام وغاني طرب وعشيقات وليالي حمراء قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ربما تكون الخاتمة وأنت لا تدري ربما تكون الليلة الأخيرة وأنت لا تشعر ربما يقال يا عبد الله أنا ملك الموت وقد فزعت من نومك ورأيته كم من إنسان نام وضع الساعة على الصباح ليقوم لشغل من أشغال الدنيا لكنه ما استيقظ كم وكم والله كثيرون كم من إنسان كان يودع أصحابه قال أراكم غدا لكنه ما رأهم غدا مات قبل أن يراهم كم وكم هذا رجل قبل بضع سنين في لجنة التعريف بالإسلام جاء يتعرف على الإسلام جاء يسألهم عن الإسلام فعرفوه وعلموه فلما أسلم وشهد الشهادتين والإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها وإن صدق إسلامه تبدلت سيئاته إلى حسنات يا الله يا لهناء هذا الرجل بكلمة قالها 50 سنة من الذنوب والمعاصي انقلبت إلى حسنات ما إن خرج من لجنة التعريف بالإسلام إلا وأصيب بحادث وقبض الله عز وجل روحه ما صلى لله ركعة ما سجد لكنها حسن خاتمة أي خاتمة رحمة الله تداركته الله وفقه في الساعات الأخيرة أن يذهب إلى هذا المكان الله سهل له باب التوبة قبل أن يقبضه رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لا تقل عندي ذنوب كثيرة كل بني آدم خطاء من منا لا يخطئ من منا لا يذنب من منا لا يعصي لكن خير الخطائين من التوابون انظر إلى داعي الله الرحمن يدعوك للصلاة يدعوك للوضوء يدعوك للمساجد يدعوك للقرآن وأهل الشهوات يدعونك لماذا يدعونك للفسق والفجور كثر هي الفضائيات التي تدعو للفسق والفجور كثر أصحاب السوء يدعونك للفسق والفجور كثر أصحاب محلات يدعونك للفسق والفجور كثيرة هي الإعلانات التي تدعوك للفسق والفجور لكن أنت مخير تستجيب لمن والله يريد شوف داعي الرحمن والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أخي الكريم أخي الحبيب كثير من الناس اليوم يفكر ويخطط للسفر للذنوب والمعاصي أحدهم يقول رأيت في المطار مجموعة من الشباب يقول رأيت مجموعة من الشباب يقول ورأيت أحدهم أعرفه يغني في مجموعات أصحابه طرب صوت الشيطان مزامير الشيطان هل رأيتم أغنية من كليباتهم المزعومة المسمومة تدعو للصلاة ولا تدعو لبر الوالدين ولا تدعو للستر أو تدعو للحجاب أغانيهم تدعو للفجور وتدعو للشهوات والرذيلة يقول رأيت مغنيا أعرفه في مجموعته يغني زعيمهم قائدهم إلى الحرام قائدهم إلى الفجور يقول رأيته
يقول فأردت أن أنصحه فترددت. يقول ثم قومت وقلت لا بد من إنكار المنكر، لا بد من نصحه، مهما كان الإنسان في معاصي وذنوب وفجور لكن قد يكون فيه خير، قد يهديه الرب عز وجل. لا نيأس من رحمة الله ولا نقنط من دعوة الناس. يقول فجئت إليه فسلمت فنظر إلي وعلم ليش أنا جاي، فقال لماذا تريد؟ قال الأمر بيني وبينك، ما أريد أمام الناس، وهذا أفضل في الدعوة، الدعوة بالسر خير من العلن. فقلت له ما رأيك لو تنحيت جانبا؟ فقال لي تعال معي. يقول فاختلوت به، فقال لي ماذا تريد؟ يقول فربط لساني، ماذا أقول له؟ يقول فما قلت له إلا آية من القرآن قرأتها عليه ثم مشيت. تعرف ماذا قال لذلك المغني؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول ثم تركته ومشيت، ما قلت له شيئا، آية فقط من القرآن. يقول وبعد أسابيع جاءني خبر هذا الرجل أنه تاب إلى الله جل وعلا وصلح حاله وتغيرت حياته. أفمن كان ميتا، ذكره الغناء، مزماره الشيطان، حياته طرب ولهو وغفلة، ميت ليس بحي. أفمن كان ميتا فأحييناه، صار ذكره القرآن، صار نشيده ذكر الله، صارت حياته سجود وركوع. هذا هو الحي حقا. تبي تعرف الفرق بين الحي والميت؟ الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، كمثل الحي والميت. أخي الكريم، مهما فعلت، مهما صنعت، ابدأ من الآن، قل سوف أبدأ حياة جديدة بيني وبين ربي جل وعلا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، إنك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لغفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. رجل قتل نفسا، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم العاشر، ثم المئة، مئة نفس قتلهم ظلما وإثما، مئة نفس. أي مجرم أكبر من هذا؟ قتل مئة، ما هو واحد ولا اثنين، لكنه أراد أن يتوب، فسافر من بلده إلى بلد أخرى. شوف علامة التوبة الصادقة، ما جلس في نفس المجلس، ما خالط نفس الأصحاب، ما راح نفس الديوانية، ما راح إلى نفس المكان الفاسد، لا، هاجر، تركهم إلى بلد أخرى يريد أن يذهب إليهم يعبد الله معهم، لكن الله عز وجل قبض روحه بين القريتين، فإذا بالملائكة تختلف فيه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذه تقول قضى حياته كلها في معصية ربه جل وعلا، أفنتركه لأجل لحظة ندم؟ قالت ملائكة الرحمة بل تاب، ومن تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكنه ما وصل إلى القرية، فأوحى الله عز وجل، شوف الرحمة، أوحى الله عز وجل إليهم أن قيسوا ما بين القريتين إلى مكان موته، أيهما إليه أقرب خذوه فيها، كان إلى بلد المعاصي إلى عذاب الله، إن كان إلى بلد الطاعة إلى رحمة الله. وأوحى الرب عز وجل إلى الأرض صاحبة المعصية أن تباعدي، فتحركت الأرض
وابتعدت. شوف رحمة الرب عز وجل، ما كان بعيدا عن المعصية، ما كان قريبا إلى الطاعة، ولكن الرب عز وجل أوحى إلى الأرض أن تتحرك، إلى أرض الطاعة أن تقترب، وأرض المعصية أن تبتعد. فقاسوا المسافة وجدوه إلى الطاعة أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ أين أهل المساجد؟ اليوم يوم الجمعة، اليوم ساعة الإجابة، اليوم يوم الذكر، اليوم عيد المسلمين، اليوم سورة الكهف، اليوم يوم عيد للمسلمين. أين هم بعد صلاة العصر إلى المغرب؟ أين أهل المساجد؟ أين أهل البكاء؟ أين أهل الدعاء؟ امرأة بغي حياتها كلها في البغاء والعربدة والفجور، قررت التوبة لله، أرادت أن تعمل عملا صالحا علشان تتوب. شنو العمل الصالح؟ ما وجدت شيئا، رأت كلبا عطشا يلهث الثرى من شدة العطش، فسقته ماء، احتساب الأجر من الله، سقته ماء، وفي كل كبد رطبة أجر، فقبل الله عز وجل منها وغفر لها ذنبها كله. بسبب ماذا؟ كلب سقته لله جل وعلا. عبد الله، أين البكاؤون؟ أين الساجدون؟ أين الراكعون؟ هذا يومهم وهذا وقتهم. الموت يأتي بغته والحياة تنتهي فجأة، لحظة صمت رهيب سوف نمر بها جميعا، لحظة صمت تسكت فيها الأصوات، لحظة ظلام تخفت فيها الأنوار، ثم ظلام دامس وصمت قاتل، ثم إما إلى روضة من رياض الجنة، وإما إلى حفرة من حفر النيران. تجهز من الآن واستعد لما بعد الموت، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يحدثني قسيس أراد أن يسلم، أراد أن يدخل في الإسلام، قال لي بيني وبينه، قال لكن ذنوبي كثيرة. قلت رحمة الله أوسع. قال أنا سنوات في حياتي نصرت الناس وجعلتهم يتنصرون، فهل إذا أسلمت يقبل الله مني؟ قلت ليس بينك وبين الله واسطة، بينك وبين الله إن أخلصت النية لله وصدقت في التوبة تتبدل حياتك كلها إلى حسنات. قال ماذا؟ وذكرني بحديث النبي مع الرجل، والقصة قبل أيام. قلت يبدلها الله لك حسنات. قال ماذا تقصد؟ قلت هذه السنين الطويلة والسيئات العظيمة كلها تتبدل إلى حسنات. قال أصير أحسن من المسلمين إذن، لأن سيئاتي كثيرة. قال أتعجب من رحمة الله؟ أتستغرب من رحمة الله جل وعلا؟ ربما تفوق كثيرا من المسلمين الغافلين، المسلمين أصحاب المعاصي والذنوب، ربما الآن تصير أحسن منهم. قال أصحيح هذا الكلام؟ قلت اسمع إلى قول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال إذن أسلم الآن. قلت توكل على الله، فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد يومين جاء بنصراني وأسلم عندنا، صار من الدعاة إلى الله جل وعلا، لم يصب مسلما عاديا، بل صار خير من كثير من المسلمين الذين أهمتهم أنفسهم ورضوا بالخلود للدنيا. عبد الله، مهما صنعت ومهما فعلت أقبل، فإن الرب رحمن. شفت الأم؟ أمك أليست تحبك؟ ألا ترحمك إذا وقعت في مصيبة؟ الله عز وجل أرحم بك من أمك، لله أرحم بعباده من الأم بولدها. ورحمتي وسعت كل شيء،
عبد الله من الآن ابدأ قيام الليل، صيام النهار، قراءة القرآن، الهج بالذكر، أرفع يديك بالدعاء، احرص على الصف الأول، احرص على الاستغفار، فإنه نجاة، نجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أكثر من الاستغفار في المجالس، في الطرقات، في كل مكان، الهج لسانك ولا يزال رطبا بذكر الله جل وعلا، فربما تختم لك خاتمة حسنة. عبد الله احرص على مواسم الطاعات، مواسم الطاعات كثيرة، منها في اليوم والليلة بين الأذان والإقامة وقت لا يرد الدعاء فيه، منها وقت السجود قمن أن يستجاب لكم، منه آخر الليل يا عبد الله، منه وقت الأذان والنداء ردد وراء المؤذن وادعو الله جل وعلا، منها يا عبد الله في آخر الصلاة قبل السلام. احرص على مواطن الدعاء والإجابة، احرص على مواسم الصيام كالاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولو ركيعات آخر الليل. يا عبد الله احرص يا أخي الحبيب على صدقة السر، فإنها تطفئ غضب الرب جل وعلا أكثر من الوضوء، فإن الذنوب تتساقط بها. احرص يا عبد الله بالمشي إلى المساجد، وكلما بعد المسجد كثرت الخطوات، يرفع الله بك لك بها الدرجات ويمحو عنك بها الخطايا. اقرأ القرآن، فلا تزال تقرأ القرآن حتى يحبك الرب عز وجل وينظر إليك تقرأ كلامه وتلهج به جل وعلا. احرص يا عبد الله على الدعوة إلى الله جل وعلا، فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. أكثر من فضائل الأعمال، صل صلاة الضحى واحرص على الرواتب، ولا تفوتنك صلاة الوتر وأكثر من النوافل المطلقة، فإنك ما سجدت سجدة إلا رفعك الله بها درجة يا عبد الله. إن استطعت فاعتمر، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها. احرص على العمرة، واحرص على أن تكون في بعض المواسم كرمضان، فعمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من الدعاء، فإن العبد إذا دعا مخلصا فإن الله لا يرده، لا يرده صفرا خائبتين، فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أكثر من الصدقات، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، أفشي السلام فإنها صدقة، قل كلمة طيبة فإنها صدقة، والكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدقات وحسنات ضيعناها، عليك بالإحسان إلى الجار، وأكثر من صلة الأرحام، وبر والديك، فإن رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الحسنات بابها عظيم، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دبر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، يذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نقول هذا القول وأقم الصلاة.